نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع هذه البحرين ندوة افتراضية بعنوان لماذا الحرية الدينية أو حرية المعتقد مسألة حيوية للسلام مملكة البحرين نموذج تاريخي، وذلك على هامش أعمال الدورة 75 لأعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وقد أثنى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الجهود المتواصلة في نشر رسالة البحرين الداعية للسلام ونشر التسامح والتعايش السلمي. وقد أكد المشاركون في الندوة أن مركز الملك حمد للتعايش السلمي يخطو خطوات سباقة واستثنائية في تقديم النموذج البحريني الفريد من نوعه في التعايش السلمي واحترام الحريات الدينية وتقديم بارقة أمل لجميع دول العالم حتى يعم السلام والوئام مختلف الشعوب والمجتمعات. وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ورئيس جمعية هذه البحرين بيتي ماثيسون إن الحرية الدينية تعتبر من أهم حقوق الإنسان وأكثرها محورية، وبدونها لن يكون هناك سلام عادل ومستدام، مؤكدة أن مملكة البحرين تمثل نموذجا تاريخيا ناجحا بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى وبإيمانه العميق بجوهرية التسامح والتعايش. من جهتها قالت الحاخام ديانا جريسون نائب الرئيس التنفيذي المشارك في مجلس نيويورك للحاخامات إن السلام يأتي من الإلهام الشجاع وتعزيز الاحترام المتبادل وتعميم المحبة بين الجميع وتقدير جميع الأديان، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تترجم قيم التعايش والسلام بفضل ملكها الحكيم المؤمن بالسلام. بدورها قالت باني دوغال الممثل الرئيسي للجماعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة إن احترام الحرية الدينية أمر حتمي لتحقيق السلام والقضاء على كافة أشكال الاضطهاد والقمع المبني على أساس الدين أو المعتقد. من جهته قال الحاخام في باريس موسى لوين إن مملكة البحرين تمثل التنوع الحضاري ولقاء الأديان والثقافات بتعدديتها الاستثنائية وترسيخها لمبادئ التسامح والتعايش السلمي. بدوره قال الأب براين ماكويني مدير مكتب شؤون حوار الأديان بمطرانية نيويورك أنه يتوجب على دول العالم الاقتداء بالتجربة البحرينية المميزة في احترام كافة الأديان وإيجاد لغة حوار مسالمة بين الجميع حتى يعيش البشر بسلام ووئام. إلى ذلك قال الإمام كوكاش طاهر نائب رئيس المركز الإسلامي الثقافي الألباني إن العدالة والسلام لا يحيا بدون الحرية ولن تكون متدينا دون أن تكون حرا، مشيرا إلى مملكة البحرين كبيرة بعطائها اللامحدود في تجربتها الإنسانية ووقوفها إلى جانب الحقيقة والحق وحمايتها لحقوق الإنسان مهما اختلفت انتماءاتهم. من جانبه أكد القس ويليام ديفلان أن مملكة البحرين تعتبر منارة مبهرة للحرية الدينية والتعايش السلمي، ولا بد من الجميع التعلم من تجربتها الفريدة، خاصة وأن الحرية الدينية هي مفتاح النجاح لتحقيق السلام. من جهتها قالت الدكتورة كلوي برايل المدير التنفيذي لمركز الحوار بين الأديان في نيويورك إن مملكة البحرين تشكل نموذجا في تقبل الأقليات وتهيئة الأرضية المناسبة لها للعيش بسلام.